دعوني أحدثكم عن فوائد القيلولة في النهار. كلما تقدمنا في السن نفقد قدرتنا على النوم وتتراجع مدته بمعدل ساعتين على المتوسط عند من تقدمت بهم السن مقارنة بما كانوا عليه من قبل. هذا أمر مذهل. الكثير منا يعتقد أن كثرة النوم والخلود إلى الراحة مفيد للجسم ويحافظ على الصحة، وكلما كان الجسم مرتاحا كلما كان في أمان. والواضح أن الجسم خلق لكي يعمل ويمارس أنشطته اليومية بشكل طبيعي، ثم تأتي بعد ذلك فترة الراحة التي يحتاجها والتي سيأخذها هي الأخرى بشكل طبيعي من أجل أن يستأنف العمل من جديد ويحصل على القدر الكافي من الطاقة. إن النوم يأخذ منا ثلث حياتنا إن كان بشكل طبيعي، وقد يذهب بنصف العمر إن زاد عن ذلك. أما إذا تجاوز حده فإن نتائجه تكون مضرة للصحة بشكل عام وتؤدي إلى مخاطر حقيقية، كما يؤدي نقصه أيضا إلى أعراض جانبية بعد أن ضاع أكثر العمر في الغطيط. لذا فالمقدار الصحيح والمناسب هو الذي ينصح به الأطباء، وغالبا ما يربطون كثرة النوم بداء السكر ويجعلونه أحد أسبابه، إضافة إلى الاكتئاب والتأثير على القلب وغير ذلك من الأمراض المزمنة. فما هي المدة المناسبة للنوم؟ وهل للقيلولة فوائد صحية؟ وما هي الطاقة التي تعوض به القيلولة الجسم؟ إن مدة النوم المثالية هي 7.5 إلى 8 ساعات. السؤال الآن، هل يمكن للقيلولة أن تعوض نقص النوم؟ الجواب نعم. قد تؤثر عدة أشياء إضافية على جودة النوم مثل السن ومستوى التوتر، إضافة إلى عامل مهم آخر سأحدثكم عنه يتعرض له الكثير من الناس دون أن يعلموا. الأمر يتعلق بعدد الساعات التي نقضيها أمام شاشة الحاسوب. نتعرض أثناء جلوسنا أمام شاشة الحاسوب لحقول كهرومغناطيسية كتلك التي يتعرض إليها الآن بوقوف إلى جانب هذا اللوح الذكي. هنا تظهر الحقول المغناطيسية. تسمعون الصوت؟ قد ارتفع كثيرا عند هذه النقطة. لذا إن كنتم تقفون أمام الحاسوب أو أمام أي شيء آخر مثل أسلاك الكهرباء والطابعات والبطاريات الاحتياطية، فستتعرضون لمستوى عال من طاقة الحقول الكهربائية والحقول الكهرومغناطيسية. لدينا أيضا الواي فاي، كما هو الشأن في استعمال الفأرة أو لوحة المفاتيح اللاسلكيتين، رغم أن الحاسوب قد يكون تحت طاولة المكتب في بعض الأحيان. سأخصص فيديو توضيحي يتناول هذا الموضوع بشكل مستقل. أما الآن أود أن أريكم قوة الحقل الكهرومغناطيسي الذي يصدر من شاشة حاسوبكم. النقطة المهمة هي هذه الطاقة، فهي تؤثر على طاقة الجسم وتستنفذها وتجعل الشخص متعبا جدا، كما يمكنها التأثير على النظام الكهربائي للقلب أو التأثير على الدماغ، خصوصا إن تم استخدام الهاتف النقال وتقريبه من الرأس هكذا. سيكون لهذا الموضوع فيديو مستقل. قد يكون أحد أسباب شعوركم بالتعب، هذا ما أريدكم أن تعرفوه الآن. إن أردتم المزيد من المعلومات فأنصحكم باستخدام هذا الجهاز، ستجدون الرابط في الأسفل. إنه سهل الاستعمال في الفحص وسيخبركم بشكل سريع عن مصدر القدر الأكبر من الطاقة السلبية، وبالتالي ستتمكنون من إعادة ترتيب مواضع أجهزتكم على نحو يخفض من تعرضكم للحقول الكهرومغناطيسية، بالخصوص الصادرة من الحواسيب، خاصة إن كنتم تجلسون مثلي 14 ساعة يوميا أمام الحاسوب. دعونا ننتقل إلى فوائد القيلولة. أولا، الكثير من الطاقة خلال النهار. ستكونون أكثر يقظة وأكثر تركيزا، قدرتكم على التعلم ستكون أفضل، سيتحسن مزاجكم كثيرا وتتراجع سرعة انفعالكم.
تساعد القيلولة على خفض مستوى القلق إن كنتم تعانون منه. لا تنسوا تناول فيتامين بي من الخميرة الغذائية إن كنتم تعانون من القلق، فهو فعال جدا إذ يخفض مستوى القلق بسرعة. من الفوائد أيضا تحسن الذاكرة وزيادة الإبداع وتراجع الشهية للطعام، لأن نقص النوم يؤثر على سكر الدم. كذلك سيكون الأداء والتحمل أفضل عند ممارسة التمارين إن كنتم تأخذون القسط الكافي من النوم سواء ليلا أو مع أخذ قيلولة. تظهر دراسة أن معدل التعرض للحوادث يتراجع عند أخذ قيلولة. أخيرا، القيلولة تفيد في زيادة الإنتاجية والإنجازات. سأطرح عليكم سؤال: ما هو متوسط عدد الساعات التي تنامونها كل ليلة؟ أجيبوا في التعليقات. أعلم أن بعضكم يحب سماع نقر القلم على اللوح، وقد تكون مريحة بالفعل للبعض، لذلك سأقوم بالنقر لنصف ساعة ليساعدكم على النوم. أخبروني متى أتوقف. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا القيلولة. معنى القيلولة النوم ديال واحد 5 دقائق حتى 7 دقائق في النهار، هذا ممكن حتى 10 دقائق جيد، لأن المشكل ديال السيروتونين تنتج ليلا، كتنتج في الليل في الجسم. علاش؟ لأن كنسميهم حنايا نوكتيرن ريكشنز، هذه اللي كدار في الليل بدون الضوء، لأن الضوء كي شويه الضوء كيخليش تنتج هذا السيروتونين اللي جاي. ثم لا ما كانش اللمس، خص يكون اللمس باش تنتج هذا السيروتونين بقوه. فإن العوامل التي تكبح انتاج السيروتونين هما الضوء، عامل الضوء خص يكون ظلام، ثم التدخين والكحول، ولكن الحمد لله اننا امه ان شاء الله حفظنا الله سبحانه وتعالى من هذا الكحول، وكثره البروتينات والسكريات. السكر يكبح ماده السيروتونين. الاشخاص اللي كيستهلكوا حلويات بكثرة عندهم سيروتونين نقص. الأشخاص الذين يتناولون بروتينات بكثرة سيروتونين يعني تنقص. وكنلاحظوا على أن مثلا هاد الناس اللي كيستهلكوا لحوم بكثرة، لحوم مفرطة ماشي لحوم كمية كافية للجسم، اللي كيستهلكوا لحوم ليلة نهار ومرتين في اليوم، كنشوفوا عندهم كيكون عندهم واحد الطبع عنيف شوية. مش لأن الكوليسترول طالع، نعم لأن الكوليسترول طالع ولأن السيروتونين نقص. كتكون عندهم السيروتونين نقصة وما كيصبروش وكيكونوا سريعي الحركات. يعني نزيدوا هذا العامل التريبتوفان، يعني ملي كيكون السيروتونين نقص كيكون الشخص ماشي غير متعصب، كيكون سريع وكيكون لا يتحمل الانديرانس، يعني رد الفعل كيكون قوي، قوة التحمل ما كتبقاش عنده.